ونبقى في شأن الأمن دائما، حيث تمكنت عناصر أمن ولاية الجزائر العاصمة من تفكيك شبكة مكونة من 3 عناصر مختصة في تزوير واستعمال المزور. الشبكة التي يقودها مزدوج الجنسية تقوم بتزوير وثائق قاعدية للحصول على تأشيرة شنغن. العملية مكنت أيضا أو مكنت مصالح أمن ولاية الجزائر من مصادرة وثائق مزورة وجوازات سفر جزائرية وأجنبية، وكذا الأجهزة الآلية التي كان يستعملها المتهمين. التفاصيل مع أحمد قرا ورفيق خلف الله. تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر العاصمة متمثلة في فرقة البحث والتدخل من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية تختص في التزوير واستعمال المزور في وثائق ومحررات رسمية، وكذا النصب والاحتيال على طالبي التأشيرة. وبعد التنسيق مع السيد وتحت إشراف السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي محمد ومباشرة عمليات التوقيف والتفتيش، تمكنا من إلقاء القبض على 3 عناصر المكونة لهذه الشبكة، والتي يترأسها أحد الأشخاص مزدوجي الجنسية جزائرية فرنسية، وهو مسبوق قضائيا في قضايا ممثلة، إضافة إلى كونه محل أمر بالقبض دولي في قضايا مماثلة، حيث تمكنا من استرجاع 7 جوازات سفر بيومترية جزائرية، جوازي سفر بيومترين جزائريين مزورين، بطاقة تعريف وطنية مزورة، جواز سفر أجنبي، بطاقة تعريف أجنبية، 3 هواتف نقالة، جهازي إعلام آلي محمولين، جهاز إعلام آلي ثابت، آلة طبع ونسخ، إضافة إلى طوابع وأختام مزورة.